السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين قناة صلاح فاميلي. نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. إلا كنتي واحد من العائلة ديالنا فما تنساش تخلي اللايك ديالك، ولا كنتي مازال ما شاركتيش فما تنساش أنك تضع الاشتراك ديالك باش تولي واحد من العائلة ديال صلاح فاميلي. إلا كان العمر ديالك قل من 12 عام فما كننصحكش أنك تفرج في الفيديو، وإلا كان وحدكم وليداتكم صغار فنوضوهم حداكم عافاكم. ويلا نكتشفوا القصة ديالنا ديال اليوم. في 11 فبراير في 2003 وبالضبط في كازا وفي المعالي، في الليله ديال العيد ديال داك النهار، واحد خونا جاي في واحد الطاكسي حمراء ونزل منها ونزل معاه جوج كراطن كبار. وهاد الهضره اللي كنقول لكم دابا حاضر عليها واحد الشهود اللي غادي نخلي لكم التصريحات ديالو. كنز بوحدي كيف العاده كنقرا الجريده مع الصباح، وقف الطاكسي سيد نزل هبط معاه كرتونات قيد داكشي ملفف في الميكا الزرقاء الغليظه، حليتها بانوا لي شي حاجه بحال الكرعين. فاش نزل صاحبنا الطاكسي كما قلنا نزل مع جوج كرتونات كبار، هز كرتونه وزاد وخلى الثاني. داك السيد اللي كان في القهوه جالس كيتسنى هو يرجع مور الكرتونه الثانيه، هو يرجع هو يرجع هو يرجع، السيد ما رجعش. قال انا نمشيو نهزو داك الكرتونه راه يكون غير ساعه دابا يولي يرجع موراها، وغادي نعيط له وغادي يلقاني جالس هنايا ونعطيه الامانه ديالي. مشى داك السيد جاب الكرتونه حطها حدا في القهوه فين كان جالس كيتسنى هو يجي كيتسنى هو يجي كيتسنى هو يجي، السيد ما جاش. والسيد خدام داك الصباح هذا ميمكنش يبقى كيتسنى، صافي مشى عند السربال قال له خلي عندك هاد الكرتونه هادي على ما يجي موراها السيد. ولكن قبل ما يخليها داروا له الشكوك في راسو وبغى يقلب الكرتونه شنو فيها، لا تكون فيها شي حاجه ديال الديسير اللي غادي تضيع يديرها في الثلاجه، المهم هادشي ما جابلو بال. فاش كيحل الكرتونه في نظركم شنو غادي يلقى فيه؟ لقى ميكا معقوده بكورده، حل الكورده حل الميكا هو يلقى الرجل ديال بنادم. إلا طحتو في هاد الموقف هذا شنو غادي تكون ردة الفعل ديالو؟ طبيعة الحال غادي تصدمو، وداكشي اللي وقع السيد تصدم وما فهم حتى شي حاجة. أول حاجة غادي يديرها هي غادي يعيط للبوليس، والبوليس في البلاصة جاو. فاش قلبوا الكرتونة مزيان لقاو نص ديال الراجل مقطع ومحطوط فيها، ولقاو واحد الجورنال تما كاين. فاش كيحلوه كيلقاو العضو الذكري ديال الراجل مقطع ومحطوط تماك، ولقاو واحد الرسالة مكتوب فيها أنا مرأة وأنا اللي قتلت هاد السيد هذا وهذا راجلي ولقيتو كيخوني. المهم طبيعة الحال كانت ديك الرسالة من أجل التضليل ديال الشرطة، والبوليس اكتشفوا هادشي هذا لحقاش ميمكنش شي واحد يقتل ويخلي الدليل بلي راه هو اللي قتل وعلاش قتل. ودازت غير واحد المدة قليلة وما بعدش على ديك البلاصة بزاف، واحد الخراز كيلقى نفس الكرتونة اللي وجرها لعندو ودخلو تا هو الشكوك، كرتونة كبيرة مسكوتشي مزيان كيفاش تا واحد مكان حداها. حلها تيقلب ويلقى النص الثاني ديال داك الراجل. اكتشف واحد العلبه اخرى بحالها فيها اجزاء عاوت بشر، يعني الا بغينا نقولوا الكماله ديال الجثه الاولى. في البلاصه تا هو عيط للبوليس، وهنا جاو البوليس داروا التحقيقات، وفاش لقاو النص الاول مع النص الثاني لقاو باللي هما الكماله ديال داك السيد. البوليس فاش بداو تيديروا التحقيقات ديالهم وكيكتشفوا عرفوا بلي السيد اللي دار هاد الجريمه هادي الدم ديالو بارد بزاف. علاش؟ لحقاش الصبعان ديال ديك الجثه قطعهم باش ما يلقاوش البصمات ديالو، والوجه ديالو سلخو باش ما يلقاوش الملامح ديال الوجه ديالو. وفعلا داكشي اللي وقع للبوليس ما عرفو حتى اثر على ديك الجثه هذيك، وما عرفوش حتى الهويه ديالو. ولكن المشكله اللي كاينه هنا ان جوج كراط اللي لقاو البوليس راهما اخر حاجه، لحقاش قبل منها بعام في 2002 شهر 9 نهار 10 بالضبط لقاو واحد جوج خناشي ولقاو فيهم الجثه ديال المراه. ونفس القضيه اللي وقعت، النص التحتاني لقاوه في ميكا والنص الفوقاني لقاوه في ميكا واحد اخر، غير هو ما لقاوش الراس ديال الجثه. وغادي نقول لكم عاوتاني قبل ما هاد جوج ميكات في 27 في شهر 5 2002 لقاو واحد الميكا ولقاو فيها الجثه بنادم، ولكن ما فيهاش النص الفوقاني، فيها غير النص التحتاني. يعني هذا المجرم هذا هو اللي قام بهاد ثلاثه العمليات ديال الجريمه، واللي كيقوم بهذا الفعل هذا فراه السيد بروفيسيونيل ويمكن يقدر يكون شي غزال. نتنفسوا واحد شويه ونخليوا هادشي كاع اللي لقاو البوليس، واجي نكتشفوا كيفاش وقع هادشي هذا، شكون هاد المجرم هذا وكيفاش قام بهاد الجرائم هذا، وشنو هو السبب اللي خلاه يقوم بهاد ثلاثه الجرائم. البوليس هنايا راه تلفوا ديال بصح، لقاو الجثه ديال راجل ما عندوش البصمات الوجه مسلوخ، لقاو الجثه ديال مراه مقسومه على جوج ما عندهاش الراس، لقاو الجثه ديال راجل النص ديالو حارو وتلفوا ديال بصح. وبالخصوص في ديك الوقيته ما كانش مسرح للجريمه، كانوا غير واحد الوسائل اللي بسيطه بزاف وما كتساعدهمش بحال دابا الحمض النووي والمسائل.
والمغاربه راكم عارفين فاش كطيحي البقره كيكسروا الجناوه كل واحد وكيفاش كيقول الاخبار. كاين اللي كيقول المراه راه هي اللي دارت داكشي، وكاين اللي كيقول الراجل هو اللي دار داكشي، والبقره في سميه المراه ما فهموا حتى شي حاجه. المهم البوليس فاش لقاو داك جوج كراطن اول حاجه داروا هي مشاو تيقلبوا على الطاكسيات كاملين وكيسولهم واحد بواحد شكون اللي هز مع شي راجل هاد جوج كراطن. طبيعه الحال الطاكسيات راكم عارفين ميمكنش يهزوا غير واحد في النهار، كيهزوا بزاف ديال الناس، حتى شي واحد معقل وحتى شي واحد ما عطاهم راس الخيط منين غادي. في نظركم شنو هو السبب او الخيط اللي غادي يخلي البوليس يلقاو الطريق فين غادي يبدا؟ هما داك جوج كارطونات اللي لقاو، واحد الكارطونه من داك جوج كارطونات كيلقاو فيها واحد الكود بار والادريس منين جاي، وغادي يكون هذا هو الخيط والمسار اللي غادي يخلي البوليس يبداو التحقيقات ديالهم ويعرفوا منين غادي يبدا. وهنا البوليس داروا التحقيقات ديالهم مزيان وعرفوا داك الكارطونه كتجي من اسبانيا، كصوبهم داك الشركه في اسبانيا وكصيفطهم للمغرب. المهم البوليس داروا التواصلات ديالهم مع داك الشركه هذيك وعرفوا لمن كيصيفطوا ديك الكراد، وفاش داروا التحقيقات ديالهم عرفوا اخر كوموند بالضبط فين مشات، ولقاو داك الكارطونه مشات لواحد العماره في النواحي ديال المعارف. وهنا غادي تبدا توضح الصوره عند البوليس لحقاش المجرم خلى داك الكراطن في المنطقه ديال المعارف، وهاد العماره هادي غير في النواحي ديال المعارف، يعني المجرم كاين غير بيناتهم. والبوليس عارف ان داك العماره باللي اخر كوموند وصلت لها راه فيها 5 ديال الكراد، ومشاو البوليس مباشره لديك العماره هادي وبداو كيهضروا مع العساس ديالهم. قالوا له عافاك واش وصلوا واحد الكراطن جاي من اسبانيا لهاد العماره هادي؟ قال لهم العساس راه بصح كاين. قالوا له عافاك واش ممكن توريهم لنا؟ وفعلا داكشي اللي كان العساس داهم يوريهم داك الكراطن، وراهم غير ثلاثه. وهنايا سولوا قالوا له فين هما داك الجوج، حيت هما عارفين بلي 5 الكراطن اللي وصلوا للعماره. قال لهم راه جا عندي واحد السيد صاحبي قال عطاني شي جوج كراطن عندك لاخاويين بغيت ندير فيهم شي سلعه، وانا عطيه داك الجوج وبقاو ثلاثه خاويين هنايا. العساس كيدوي عادي بولو داو، حتى البوليس كيدوي عادي معاه. صافي هما يقولوا له عافاك واش ممكن تورينا هاد صاحبك هذا راه بغينا نهضروا معاه. لحقاش البوليس جو حتى التالي لقاوها، لقاوها في جوج كراطن، وهاد السيد هذا داو جوج كراطن. فاول حاجه طاحت في بالو بلي يقدر هو اللي يدير هاد الجريمه. العساس قال لهم داك صاحبي راني ما عارفوش فين كيسكن، كيجي هنايا وعطاتو داك جوج كراطن وصافي. صافي البوليس خلاو السيد على هاد العساس هذا وقال له غدا اجي عندنا للكوميساريا بغينا نديرو معاك واحد التحقيقات ومسائل عادية. قال لهم العساس صافي ما كاينش مشكل انا غدا غادي نجي عندكم. ها هو البوليس نعم اسيدي غدا كيستناو في العساس باش يجيو يسولوه. ها هو يجي ها هو يجي ها هو يجي، العساس ما جاش. البوليس هنا اول حاجه بداو كيدخلوهم الشوك، شي قدر يكون حتى هو مشارك في هذه الجريمه. المهم طاحوا الشكوك بالمزيان، هما يقصدوا المكان ديال العماره. فاش مشاو ما لقاوش العساس، لقاو عساس واحد اخر. لحقاش مول العماره خدم عساس واحد اخر، لحقاش ما جاش داك العساس اللي داروا مع البوليس التحقيقات. والمشكله البوليس ما عارفينش العساس شكون هو، ما عارفين لا عائلته لا حتى شي واحد، لحقاش ما عندهمش شي معلومات شخصيه عليه مزيان. وكما كتعرفوا في كل عماره كل عساس يكون عنده شي بويس كيعطيه له مول العماره. وداك الشيء اللي داروا البوليس مشاو تيقلبوا في البيس ديالو، بداو تيقلبوا في البيس مزيان، تيقلبوا تيقلبوا وما يلقاو واحد البلاصي نفس الميك اللي لقاو فيها جثه ديال المراه لقاوها عنده في البيت. دابا هنايا هضره واحد اخر، يعني العساس راه داخل في هذه المعمعه هذه. ولقاو عاوتاني واحد الدفتر، وفاش حلوا داك الدفتر كيلقاو واحد الورقه ناقصه، داك الورقه هي اللي تكتبات فيها الرساله اللي تحطات في وسط الكارطون. البوليس 100% عرفوا باللي العساس هو اللي داخل في هذه الجريمات، والبوليس مشاو جابوا داك الورقه هذيك وحطوها في الدفتر. وفاش لقاو داك الخط البلاصه ديال الدفتر لقاو مطبوعه فيه نفس الكتابه، يعني انا نشرح لكم كيفاش. يعني فاش كتكتب شي كتابه هنايا داك الكتابه اللي كتبتي كتطبع في هذه الجهه هذه، ولقاو داك الكتابه اللي مكتوبه في الورقه مطبوعه في الدفتر. وصافي هنايا البوليس اكدوا بلي العساس هو اللي داير هذه الجريمه هذه. ومن غير هذا الميكا والدفتر اللي لقاو، لقاو واحد الشاقور ولقاو زازوا، وفي الحيط لقاو لاطراس ديال الدم وشي واحد بحال اللي مسح. هنا البوليس صافي مأكدين بلي العساس هو اللي قام بهذه الجريمه هذه. والعساس ديال ديك العماره شنو سميتو؟ سميتو زويته، وهو اللي داير عليه هذا الفيلم هذا كامل. وهنا البوليس فاش بداو التحقيقات ديالهم بداو كيقلبوا ايطاج بايطاج، بداو بالايطاج الاول الايطاج الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع حتى وصلوا لعند اخر ايطاج. وفاش وصلوا للايطاج التالي لقاو واحد الباب ديال البيرو ولقاوه مسدود، ولكن المشكله في هذا الباب هذا ما مسدودش من على برا، مسدود من الداخل. ميمكنش يعني هذا اللي سدد الباب هادي راه كاين للداخل. وهنا البوليس بداو كيدخلهم الشك كيدقوا في داك الباب حتى شي واحد ما بغى يحلو. المشكله فاش حلوا الباب تخيلوا معايا شكون اللي لقى، لقاو داك العساس اللي جاو عنده المره الاولى، ولكن واش لقاوه حي؟ لا، لقاوه ميت لحقاش مات من انتحر شرب الدواء. البوليس فاش لقاو جوج حتى رجعوا كيقلبوا في العماره ولكن ما لقاو والو، ولكن رجعوا للكراج لتحت هما يلقاو واحد الميكا. فاش وصلوا داك الميكا لقاو واحد الريحه خانزه فيه. فاش كيحلوها كيلقاو الوجه اللي مسلوخ ديال داك الجثه اللي لقاوها في الكراط. فاش كيزيدوا يقلبوا في داك المكازات مزيان
كيلقاو فيها الجناوه والشواقر والمساطر. يعني السيد كان داير محل ديال تكزريت ديال البشر بمعنى الكلمه، وتا شي واحد ما جايب له الخبر. المشكله ان البوليس فاش لقاو العساس مات بقى فيهم الحال، لحقاش هنايا القضيه غادي تعلم كاش ديال بصح، وما غاديش يفهموا علاش قام بهذه الجريمات هذه، ولا واش كاين شي واحد اخر اللي قام بهذه الجريمات. وفاش شاف العساس باللي جاو ليه البوليس جا قتلت العساس، يعني بقات واحد علامه استفهام هنايا كادو. ولكن هنايا البوليس مع المده غادي يعرفوا شنو هو السبب اللي خلاه يقوم بداك الجريمات هذه. البوليس بقاو حاطين على داك العماره مزيان كما الله يبان شي واحد اللي عاوتاني يعطيهم شي راس ديال الخيط واحد اخر منين غادي يبدا. هنايا البوليس حطوا داك العماره تحت المراقبه ديال 24 ساعه على 24 ساعه. واحد النهار غادي يجي واحد ثلاثه ديال البنات وغادي يمشيو لديك العماره غادي يسولوا العساس، غادي تسولوه واش ما كاينش زويت. وهنايا البوليس مباشره مشاو شدوا ديك ثلاثه البنات وداوهم تيديروا معاهم التحقيق. داو عليهم شكون نتوما، علاش جيتو لديك العماره، فين كتعرفوا زويتها. البنات في الاول ما بغاوش يقر، هما ما دايرين والو ولكن خايفين بطبيعه الحال. هنايا البنات منين تزيروا صافي اعترفوا باللي راه كانوا كيجيو عند زويتها. جابونا للكوميساريه قال لك دويش كل اللي كنتو كتسينو، لانه حنا ما كنا كنسينو حتى واحد. لقيت اللي شفت راسي انا قلت لك كنا كنسينو في سي محمد. ملي قلت لهم سي محمد جبدوا لي تصويرتو. تنعرفوا شكون هو فلان زويتها. اش زويتها الملقب بشنو؟ ملقب بالبهجه. وهنا البوليس عرفوا باللي زويتها راه كان مرونه تما كيجيب الدريات وكيقصر. المهم راكم عارفين اللي ولكن علاش زويتها قتل داك البنت بالضبط وقتل داك جوج دراري بالضبط؟ لحقاش البوليس عرفوا باللي راه كيجيب الدريات والدراري كيقصر، ولكن علاش بالضبط قصد هادوك وقتل هادوك الثلاثه؟ وهنا الامل الوحيد والاخر اللي عند البوليس هما ديك ثلاثه الدريات اللي جاو كيسولوا عليه. وهنايا ديك الدريه اللي كانوا جابوها هي اللي بدات كتقول للبوليس كتقول لهم شنو كاين، لحقاش هي اللي كانت اون كونتاكت بزاف مع زويتها. وبداو كيسولوها البوليس واش زويتها كانت عنده علاقه مع شي بنت، واش ما كانوا عنده شي صحابو واش هذا. وهنايا وهي تقول لهم راه بصح كانت واحد البنت على علاقه مع زويتها وكانت ديما معاه، ولكن في ديك الاونه الاخيره ما بقيناش كنشوفوها بزاف. وفسولها على سميتها قالت لهم راه كانت سميتها سعيده وكانت حامل. هذيك الجثه ديال سعيده هي اللي لقاوها في ديك جوج ميكاس وكان مقطع لها راس، وكان واحد ولد عمو هو اللي معاشر معاه بزاف وكيكون معاه ديما. وهاد ولد عمو هو اللي لقاو غير النص التحتاني ديالو وما لقاوش النص الفوقاني، والعائله ديالو باش تعرفوا عليه تعرفوا عليه غير من الرجلين ديالو. وكان واحد صاحبو واحد اخر اللي هو داك عشيرو اللي سلخلو وجهو وقطعوه في النص. ولكن اللي البوليس بغاو يعرفوا علاش بالضبط قتل هاد الثلاثه هاد. وهنايا غير بالاستنتاج ديالنا غادي نقدروا نعرفوا علاش زويتها قتل هاد الثلاثه الناس بالضبط. بما ان هذيك السيده صاحبته وكانت حامله منه، وهذيك الدري صاحبه اللي قسموا عليه جوج وقطع له العضو الذكري ديالو، ولد عمو اللي قسموا عليه جوج، يعني غادي تعرفوا القضيه باللي فيها شي حاجه ديال الخيانه. وفعلا داكشي اللي كان لحقاش فاش داروا التحريات مع البنات قالوا لهم باللي سناء هي اللي كانت كتجيب زويتها البنات وكان كيقصر. بما انها كانت كتجيب له البنات يعني سناء حساس بالغيره ومشات كتخونه مع داك صاحبه، فاش خانته حبلات منه ولات كتقول له هذا الولد راه ديالك. ولكن زويتها عرف باللي داك الولد راه ماشي ديالو، فانا يعرفها باللي راه كتخونه مع صاحبه ومشى قتلها هي وقسمها على جوج وقتل صاحبه وقسمها على جوج. ولكن علامه الاستفهام اللي بقات كدور عند البوليس هو انه علاش قتل تا ولد عمو وقسمه على جوج وما عرفت فين لاح النص ديالو، خلى غير النص التحتاني ديالو. وكما قلنا الجثه ديال ولد عمو تعرفت عليها العائله ديالو غير من الرجلين. واحد هنايا كتكون النهايه ديال القصه ديالنا، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. والا بقيتي معنا حتى للتالي فما تنساش انك تولي واحد من العائله ديال صلاح فاميلي وتخلينا التعليقات في هذا الفيديو واللايكات. كان معكم صالح فاميلي، الى فيديو قادم ان شاء الله. فيديو قادم.